السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم في كركال تحت منصة إيدج في معرض الصيد والفروسية اللي يعتبر من أكبر المعارض في الشرق الأوسط في الدورة 19. نشارك اليوم بهذا المعرض بالعديد من الأسلحة المتخصصة في بنادق الصيد ومسدسات، ومن أهمها بندقية متحف المستقبل، وهي مطلية بالذهب من شجرة عمرها 100 سنة. والبندقية هذه تمتاز بأنها محفورة باليد بالكامل. عندنا المسدس روح الإمارات، وهو مسدس أطلقناه هذه السنة في هذا المعرض، وهو مطلي بالذهب فيه كلمات الشيخ زايد والشيخ خليفة الله يرحمهم يغمد روحهم الجنة. وفي الختام نشكر مجلة الجندي على تغطيتهم هذا المعرض تغطية ممتازة وجيدة، شكرا جزيلا.